سبب طقطقة العظام في الجسد أو الجسم. أعزائي، أولاً أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة، وقبل أن أبدأ أتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى لكم ولي الشفاء بإذن الله من أي مكروه يصيبكم. أعزائي، هذا الأمر معظمنا نواجه هذا الأمر به. تتمثل أحد الأسباب هشاشة العظام التي من الممكن أن تؤدي إلى أسطح المفاصل خشنة بشكل متزايد بسبب فقدان الغضروف أو تطور النتآت المرتبطة بهشاشة العظام، الذي من الممكن أن يؤدي إلى صدور أصوات صاخبة من مفاصلك عند عملية التحرك، وأيضا الأربطة إذ كان بها للأسف ضعف أو النسيج الذي يعتبر ضام ليفي بينهما غير قوي يؤدي إلى ذلك الأمر بشكل سلبي. أنصحك إذا تكرر هذا الأمر كثيرا بالذهاب إلى طبيب مختص أو القيام بسؤالي، وبإذن الله أقدم لكم الفائدة.